ما هو ذكر ابو تيتم تحرك شويه ظافر صراحه قال يا اخوان ابو حمدي من قوه فجعه اسمه ابو كاتم انفكك طاح من لا سلمان طلع عن طوره طلع عن شعوره سلمان هو السبب سلمان عشان يجيب طاري ابو كاتم يعني انت اللي غلطان يا سلمان عشان يجيب طاري ابو كاتم انت اللي غلطان ترى بالغلط طاح من محمد يا ربع ظافر واقف اسلم ورد علمك طيب صل عليك رسالة في صبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد احنا جالسين نسمع اللي تبي لا داسي لا داسي يا عم متحرك شوي جالسين تحرك تعتمد على السرعة البديهة حلو يعطيكم برافو مثلا على مثل هذا يقول محمد حلو ايش الثاني ايش يقول نهاية نهاية دال يقول اسم يقول ديما ديما اي اسم اي اسم ذكر او انثى اهم شيء ما تكرر جميل نبدا الاصوات اهم شيء يلا بسم الله الرحيم يلا محمد دلال لولو ايش لولو لولو هديل هديل لميا لميا احمد احمد ابوك ديانا ديانا ألف والله ألف 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 ديانا ألف دي أحمد أروى قلنا أي حرف لا لا, 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 لا لا ألف ألف أي حرف ألف أروى مكسورة ألف 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 سريع طب الضيات بسيط أروى بالياء حرف ألف أيوة أروى حرف الياء أروى بالياء يا جماعة يا خيار أروى ألف اسمها أروي ألف مقصورة أميرة مقصورة مو ألف مقصورة ألف مقصورة يعني فكرت مزبوط ما يمشي هادي هادي ياسر يشرب مويه يلا ايش؟ قال رحمن بس خلاص رحمن اسم من اسماء الله اطلع برا طيب اسم طيب اسم لا قال ذكر ولا انثى ولا رحمن اسم حتى تذكر طيب معلش هو ما ركز اطلع برا لا ما ركز ريفال 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 يعني عادي الواحد يديك خلاص نبدا ريفال لميا ريفال لميا انا قلته قالها بس خلاص مرتين لبنى لا خلاص كل مره يطلع ترى يا اخي لميس لمياء بالهمزه ايوه امين امين خفيه ترى امين ايوه انا اديك اسم ما شو اسمه ناهد من شاب الدحمان الدحمان لا كانت تجربه نادر نادر ريان دلحين قالها ريان قالها طيب لا لا يا رجل قالها قالها انا قلت ريان هذا قالها طلعنا نوره قالها برا قلنا نوره قالها راجح نوره قلنا نوره لا اوكي والله يلا حرف لا اي حرف حرف لا نوره هبوب الريان لا لا هبوب حبوب ايش اسمه هبوب بندر را مع النار دي خلنا نفكر شو اسمه راجح لا اطلع برا انت اطلع برا انت عندك انت حق هو انت حق اسمه حبحر حمود قاعد طويل هذا باللعبه لا باللعبه لا برا باللعبه هذا المعلمين سياسي اللعبه يا شباب يلا حمود حرف الدال فزل هو قال زين حرف الدال ايوه نشف دلال دبابة قلناها مين اللي قال دلال؟ أنا أول شيء قالوها طيب صار عن بيد دلال واحد جاه الدور مثلا ما يقول حرف الدال مدش على طول بسرعة الدلال لام حرف اللام؟ هاتي ما فيها لا والله ما امزح هذا انت قلت له برا كيف ترجع لي أنا؟ أنا أقول لك الاسم دلال لؤي لؤي برا هلا برا ياسر لا قال انا قلتها ياسر نعم انت دي ياسمين لا خلاص ابوي انا ما دريت ياسر كلهم ما دريت لا خلاص هذا ما قال ما تحسب يا اخي ياسمين ما تحسب لا لا انت برتقاله سلمان وراه صح عندك حرف الباء عنده ابو يعقوب يلا بنيدر بنيدر لا مو بندر بنيدر في دلع في والله في بنيدر ريوف شو ريوف من جده لسه عزيز ينطقه محمد سحاب يلا هيثم سحاب هذه قطعت ليه بكر
لا طلع لا فايدر حمدي بينه إيه؟ هذا طلع بس محمد طلع محمد طلع فرات فين والله طلع 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 والله طلع دلال دلال بينه هو اسم قال دلال يا اخي بينه دلال انا قايله بينه ها اي هيفاء هيفاء حقك اري اسماء كلها تماش اسماي انا جمال جمال عندي عندي عنده عند ابو جاسم عندي راس سلام بيض وجيه الله يبيض وجيه من قال لولو لولو من قال لولو يا لولو سعود لولو 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 وبعدين قرب لولو خلاص ايوه شايف هزيم هزيم عبد الكريم وين هذا اللي هزيم صح ايوه موجود منصور منصور هذا وشو جبه جبه هذا انا بشيله ريان ريان حق الريان ايوه مرتين مرتين ريان من اللي قالها؟ هذا ريان عبد الكريم من اللي قالها؟ كريم من اللي قال ريان؟ اللي قال ريان ابو فهد ابو فهد بس صدق ظافر كل واحد قال 60 كلمه روان روان هو يقول روان ما قال ريان قلت يا زين روان ايه روان يلا كمل نادر ناديه ناديه حقك هشام هشام اخوي محمد برا محمد قلنا اول واحد قلت انا برا انا قلت صح صح انت خلاص برا عبد الله خلاص عداها برا برا عداها برا من زمان مازن مازن منو انت نون قلت نادر كريم نادر قالوا والله لا 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 والله قالوا والله حلفت لك انا قلت نادر انا قلت نادر لا لا ما قلت وانا قايل نادر يلا 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 نادر حرف وشو؟ حرف الراء رمزي يا باشا رمزي كرام ولا قول يا شوف لي ولاعة شاي طيب انا اسالك انا اسالك ولاعة الهند طيب يافع 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 يا الاسم انت يافع هذا فلان نوال 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 قلنا مرة 60 بالله لا لا نوال من قالت نوال قالت نوال 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 يلا لام نوال لمياء 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 خلاص انا قلت لمياء اول واحد اصبر اسمع عاد بقى خلاص يا شباب عشان اللعبه سعود وانا كيف سمعت لي لما قلنا لما ايوه لما اوكي خلاص يلا راجح عند راجح ما قاطع الحين الحين هذا غلط ولا برا لمياء لمياء ايوه أونيس أونيس أنا أونيس أيوة أونيس حرف أونيس القرني هذا صحابي سليمان حرف النون قميط لا لا وري نسرين عطني يا نسرين سجل الأسامي نون صح أيوة على طول عطني أنا طلبت أيوة. منه شنو هو مرضاش نايف نايف فؤاد فؤاد لا جديد لا جديد فؤاد راجع نعيم يا أبو حامد يا روح محمد محمد الشمري هلا من لبنان محمد بن لبنين داود 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 دال دهام 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 مسعود والله طلعت اسماء مسعود اشتين عادي اسامي اجنبية دوفن ايوه عادي دوفن اي اسم عادي دوفن لا يجيب ركب حرفين لا دوفن والله اسم والله خلاص عربي اللي فيجي هاي دانا 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 اعطيك بيت شعر يا دانا في عين البحار دانا خلاص دانا نطلع نون وين عبد الكريم دانا صح حقيقي دانا طولت فهمت الشباب اسم عربي دانا دانا ايه دانة الدنيا عروس البحر جدة قبل البحر فقد اعطاك خده يا عيني ضاف ضاف دانا طيب يا شباب اللي باقيين اللي باقيين انا 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 لا لا اللي باقيين اللي ما طلعوا وزعوا كذا اسرع واحد عشان نختم هو قال دانا لا اسم سابقه عنده اخوي اطلع اطلع عبد الله خلاص رجاء اسمح لي زين كيف سمح لك سؤال؟ رجاء قلت له بخات ولا قلت له؟ بقول جات يعني تسوي محجر انت يا لا سلمان زين معاه طالع لا لا دقيقه اسمع هذا طالع اسمع اسمع اختم الحرف انا مستني لما سلمان يخلص خل اي واحد بس اسرع واحد يجيب اسم بالحرف ذا قضينا كيف يعني؟ يعني قل ابي اسم بحرف الطاء مثلا شيء بس شيء مسابقه واول واحد يجيبه هو الفائز عشان اريح زيد وقال دانا 2 3 انطلع لا باقي ابو 4 5 طيب ايش السالفه انا ما قلتش حروف طيب. اسم ذكر بحرف الياء ياسر يحيى لا قرا قرا غير غير يافع يلا يلا يحيى يافع توني اقول بحرف الياء بحرف الياء
طيب انا قلت حرف النون يافع قلت انا لا وقلت نافع قلت حرف النون ذاك اول لا رسمي خلصت رسمي وربي قلته وش وربي ايش؟ هيئة الشباب الاسلامي 100 ريال كفارة اسلام يا ابني بعيب اذا ما قلته يا ما اشوفك دحين اطلع واحد اطلع واحد اطلع سعود غربي حبيبي يلا ما نشوفك في المسجد اشتغل يا اخوان انا مبسوط من السيارة ليش شلتوا؟ اليوم الشيخ بدر بس ولا كم ما بعد طلعت سعود غربي طيب يكمل 10 دقيقة يمكن اسم طلعتني مرة وش موقع؟ يا ابو غربي اقول لك بقى على اسم هذه حرف ميادة شنو ميادة هذه شنو ميادة؟ ميادة حناوي اسلم دقيقة بتطلع مين؟ بتطلع مين؟ انا اللي بطلع ايوه انت بتطلع مين؟ طلع مين؟ مين اللي موجود هنا؟ انا وبدر ومحمد الشمري خلاص واضح بدر انا سالف وانا طلعتك ايه الخيال هذيك انت بتعمل فيني كده ليه؟ ترى انا بطلع مكان بدر صلوا على حبيبي صلوا على حبيبي طيب باقي ثلاث اسماء مشي مخرج اسلم طيب عيال 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 طيب اسم ذكر ما راح اشرب ما راح اشرب وايد وايد من طلع لا 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 حبيبي 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 اطلع يلا باقي انت وبدر باقي انا محمد طيب اسم حرف الطاء طيب يا سلام عليك طيب 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 اطلع نفسي يمكن محمد طيب 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 شوكه ما شوف شوف ولا امس كذا شوكه قبل امس من هنا كل المغرب زين اليوم قعدت من النوم من هنا شوكه هاي شوكه زي الضربه طيب خل قدامي ابوك ما اقدر امسها لا طويل ضبط لك اياها ويضرب مسها لي رفرخ مو برجل شوكه من وش ما ادري مو شوكه زي الضربه جاتني انا حتى انا يا ابو غربي شوف الحين بعد النوم يوم قمت لا محمد تكفى تكفى لا والله توجع والله شغلك كاس المضاف والله تكفى يا ويلي كنا بداية جلطة شايف ها؟ شايف الله يجلط وجه العدو ان شاء الله يا صاحبي لا تشيل الروح عن شيء لا خلع بدل الناس يا بنت شباب اي وشو بسم الله حط لنا سطل هنا بسم الله لا لا ما هو من حق اجل ها شفت سعد غربي ايش سوى ما شفته والله ابشر ابشر ها ها خصم ابشر والله اذا ما في شوف انا بيني بينكم انا بيني بينكم وظيفه هذه المفروض انها ما هي موجوده المفروض الواحد اذا غلق من حاجه له يرميها في الزباله صحيح والله ما في صغار من الاخير يعني ما بين صغير اقل واحد عمره 20 سنه لا اصل يحطون هنا زباله احلها في ثانيه طيب ثاني ورقه عشان تحلها الورقه حقت الاسئله تمام اجيب لك ورقه ومعك قلم شوفوا اللي يشرب ايوه ويرمي اكتب اسمه بس طيب انا ولا حط انا شربت امسك يا راجح يعني وش يعني